فإذا خشي الرجل منا أن يكون الذي عن يساره عامي فيتهم، وهذا وقع فيتهم أنه إنما تفل عليه، فهل يترك هذه السنة؟ إيه نعم يترك، حتى لو كان غير عامي قد يؤذيه هذا الشيء. يعني إذا فتح الشيطان عليك باب الوسواس وأنت تصلي، فإن المطلوب منك أن تنفث 3 مرات على يسارك وأنت سعيد بالله من الشيطان الرجيم. فإما أن يقال إذا كان على يسارك أحد، إما أن يقال يكفي الاستعاذة أنت سعيد بالله من الشيطان الرجيم، أو يقال التفت وانفث نفسا يسيرا لا يصل إلى صاحب. نعم نعم. هل يتخرج من هذا أن يكون تحت قدم اليسرى أولى من اليمنى؟ إيه نعم لا شك أنه أولى. ولماذا سوى بينهما؟ لا تحت قدميه من باب التخيير، لكن التخيير لا يمنع التفاضل. انتهى الوقت. النفخ حتى أولى من المسجد؟ نعم النفخ ولو بالمسجد؟ إيه نعم.